اللي عرفته ان كان ليك مقوله شهيره للعيبه في اوضه اللبس يوم مباراه القرن، معرفش بين الشوطين ولا قبل المباراه بيوم، لما قلت للعيبه انا خسرت بطولتين، تكمل ولا اكمل انا؟ كمل انا. كمل انت. ده كان قبل الماتش تقريبا، كنا قاعدين مع بعض وكان كل لعيب بقى بيتكلم، يعني شايف ايه الماتش بكره ومفروض نعمل ايه وكده. فكنت قبلها بكذا يوم قاعد بقول الكلام ده في دماغي وبحضر الكلام ده يعني. فبس قلت لهم يعني ان انا واحد من الناس اللي موجوده خسرت نهائيين ورا بعض، ومش عايز اخسر التالت. قلت لهم حاجه تانية، قلت لهم قلت لهم خسرت بطولتين وعيطت. وعيطت. ايوه النهارده انا عايز اعيط من الفرحه مش من ايوه صح. الخساره. بس عيطت. وعيطت ساعتها، لا عيطت عيطت من الفرح بعد الماتش فعلا، احلى دموع في الدنيا يعني. احساس يعني كنت اول مره احس بيه بصراحه. اول مره تحس بالاحساس ده.